تاني جود مورنينج، ان ذا مورنينج انا بقول ايه؟ جود مورنينج الصبح. الظهر من الساعه 11 ونص كده 12 12 ونص، واحده اثنين اخر اثنين، دخلنا على ثلاثه خلاص، ده بدا ايه؟ ده قريب للعصر، ما ينفعش اقول التحيه دي، او ينفع اقول التحيه دي، ينفع اقول التحيه دي العصر. جود افترنون. طيب جود ايفنينج في المساء اللي هو بعد العصر طالع بقى، اللي هو ايه من 5 ل 6 كده قبل المغرب بساعتين، جود ايفنينج اللي هي مساء الخير. جود نايت اللي هي بالليل. طيب حاجه مهمه جدا 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 جدا، ايه هي؟ التحيات دي ليها حرف جر. يعني ايه؟ يعني عايز اقول الصبح انا بروح المدرسه، وفي الظهيره انا بعود بالمدرسه، وفي المساء انا بذاكر دروسي، في دي هنقول ايه؟ كلهم كلهم بياخدوا حرف الجر ايه؟ ان، بياخدوا حرف الجر ان. فبقول ايه؟ بقول in the morning I go to my school، انا بروح مدرستي. good after in the afternoon، بس خد بالك in the، in the ليه؟ ليه ذا؟ ذا اصلا معرفه اسمها ال التعريفيه، يعني انا بستخدمها مع الحاجه المعرفه. لما اقول لك الصبح انا بروح، هتقول لي بقى الصبح بتاعنا ولا بتاعكم؟ هو صبح واحد الناس كلها عارفاه، فلازم استخدم مع ذا. ذا التعريفيه ديت او ال التعريفيه بنستخدمها مع الحاجه اللي ما فيش حد مش عارفها، زي السماء، الارض، النجوم، القمر، الصباح، المساء. هو صباح واحد وهو مساء واحد، مفيش غير كده. بقى in the morning I go to school my I go to my school. In the afternoon I come back from my school. In the evening I مثلا study my lesson. خد بالك انا قلت study. We go. We come. ليه؟ لان دي حاجه بعملها يوميا، روتين، بستخدم فيه ايه؟ ها؟ برافو عليك، المضارع البسيط اللي خدناه الحصه اللي فاتت. طيب بالليل ما ينفعش اقول in the night، امال بقول ايه؟ at night ومن غير اي حاجه. at night تاخد ايه؟ حرف الجر at، هي الوحيده اللي بتاخد ايه؟ حرف الجر at. at night I go to my bed، انا بروح انام خلاص، بذهب للايه؟ للسرير. يبقى كلهم بياخدوا in the، حرف الجر ايه؟ in the morning، in the afternoon، in the evening، لكن بالليل بنقول at night. ده الدرس الاول، ما فيهوش حاجه غير كده. طيب هنا جايب له اغنيه بيقول لي sing I say good morning to my mom، أنا بقول صباح الخير لمامتي. And she says good morning to me. ركز معايا، الأغنية مركزة على الزمنين أو الزمن بتاع المضارع بسيط. وبقول إيه؟ I say to my mom. I say to my mom. And she، ركز معايا، says، هي قالت لي، الناس اللي ما سابتش عندها المضارع البسيط الحصه اللي فاتت. And she says good morning. ده اكبر مثال يبين لي الفرق بين الزمنين او بين التصريفين. I say، طب ليه هو قال say ما قالش says؟ لان احنا قلنا الاي والوي والذي واليو بتاخد الفيرب بدون اي تصريف زي ما ربنا خلق، لكن الهي والشي والات، ها خد بالك انا قلت هنا say، ما حدش يقول لي سيز، لا اسمها كده كلمه شاذه في نطقها، سيز، شي سيز. ليه كده؟ لانها دي مفرد. طب ليه كده؟ لان ده ضمير بيعامل معامله الجمع اللي هو الاي. تمام؟ نكمل. I say good afternoon to grandpa، to my grandpa، انا قلت تحيه الظهر لبابا. And he says، نفس الحكايه، and he says، هو قال لي. برضه ليه هي حطينا اس؟ لان هي دي مفرد، الهي والشي والات فيرب بايه؟ مع الاس. good afternoon to me، ليا. طيب I say good evening to my grandma، انا قلت مساء الخير لجدتي. and she says good evening to me، طبعا جدته دي مفرد، هنقول عليها الضمير او البرونون اللي 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 بيناسب الجده اللي هي الشي، بابا او هي، ماما او شي، اختي او شي، اخويا او هي، تمام؟ قطتي او ات، كلبي او ات. I good say I good night، I say good night to my dad and he says good night to me. يبقى نعرف الاغنيه جايبه لي الدرسين مع بعض، اللي هو ازاي نستخدم المضارع البسيط، بتكلم عن حاجه، بابا كل يوم بيقول لي صباح الخير، وكل يوم بقول له طبعا ده الحضن بتاع قبل النوم، ده معروف طبعا يوميا لازم يتعمل، الصبح طبعا بنصحى من النوم الولاد بيقول صباح الخير، دي حاجه بتتعمل روتيني، تمام؟ ده الدرس الاول بارت 1. طيب الناحيه الثانيه قال لك اي ساي وهي هي او شي سيز، بيتكى تاني او بعيد تاني على المضارع البسيط.
اللي هو بيتكون من الفيرب بدون اسم مع ضمائر الجمع وباسم مع ضمائر المفرد. I say good morning. I say good afternoon. I say good evening. I say good night. She أو he says good morning. He says good afternoon. He says good night. She says good evening. طيب الجزء الثاني بيقول لي listen to part 2. الجزء الثاني بيقول لي connect with signs. Signs يعني هيكون عندي math علوم. Connect with science. هنسيب التحيات وهنحط هنا كلمة science الجزء الايه الثاني. في قاعدة بتقول لي خد بالك اي اس وراها سي وراهم حرف الاي او الاي او الواي الاي او الاي او الواي اوعى تنطق الاس تكون سايلنت. خد بالك في حالة معينة. حالة ايه؟ ان السي الاس سي يكون وراها اي او اي او واي. في الحالة دي هتعمل ديليتنج لحرف الاس. طب لو وراهم اي حرف تاني بنطقها. طب اديني مثال كده اهو. سكرين شاشه. سكرين سكرين. ليه قلت الاثنين مع بعض ان وراهم حرف ساكن مش حرف الاي ولا الاي ولا الواي؟ دي قاعده مهمه جدا جدا بتبين لي هنا حرف الاس يكون حرف ايه سايلنت. فبقول ارمي دي لونج اي. الاي اي بتعمل لونج اي. ساي ساينس والسي وراها اس يبقى ساينس. الدرس سهل جدا جدا. بيقول لي اول كلمه عندي كلمه مون. مون يعني قمر. وخد بالك من الصوت الاو او بتعمل لون بيو. الصوت الثاني مون ما تقولش مون. مون مكسوره كده. شمس يعني صن. شورت يو قلت لك قبل كده حرف الاس لما يكون وراه او او وراه يو في اغلب الاحيان بيتنطق زي حرف الصاد في اللغه العربيه. صن 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 صن. اقول شيء صن لا صن كانه حرف الايه الصاد. امتى؟ اغلب الاحيان لما يجي ورا حرف الاو واليو فبنقول صن صن طلع حرف الصاد زي حرف الصاد بالظبط. بعد كده سما يعني او سماء يعني سكا. الاس بلس كي دبلندس اسمها سكا. حط اللونج اي سكاي. احنا قلنا حرف الواي في الاخر لو الكلمه صوت حرف صوتين او حرفين او ثلاثه في اغلب الاحيان بنطق الاي ايه لونج اي مش لونج اي. لكن لو اربع حروف او خمس حروف تبقى لونج اي. ده التفرقه بين الاثنين. سكا اي سكاي. طيب هنا بقول لي جوز داون. بقول لي جوز داون. احنا عرفنا حاجه اسمها phrasal verbs يعني افعال مركبه. كلمه جو معناها يذهب. كلمه داون معناها اسفل. الاثنين مع بعض هيبقى معناها غروب الشمس. الشمس تغرب. جو بتمشي بتنزل تحت. جو. طب ليه حطينا اي اس؟ احنا قلنا بنتكلم في المضارع البسيط عن حقائق. هو الشمس بتغرب؟ بتغرب طبعا يوميا بتغرب. طيب ليه حطينا اي اس؟ لان الفعل اخره الفعل اخره او. احنا قلنا النهايات الاس والاس اس والسي اتش والاس اتش والزي والاكس بنحط في الاخر اي اس عشان تخدم النطق مش عشان اي فزلكه. مش هينفع اقول جوس. لو شلت الاي حطت اس جوس ما ينفعش. جوز تمام. يبقى جوز داون معناها تغرب. طب عكسها ايه؟ نفس الحكايه كمز اب. كلمة كم يعني يأتي. كلمة اب اعلى معناها الشمس. الشمس تغرب ازاي؟ لو خدت بالك كده بتلاقي الشمس غروبها بينزل تنزل لتحت. تحس ان هي بتنزل لتحت لانها بتلف تاخد الكرة الارضية تاني وتروح مكان تاني تمام. طب لما تيجي بتطلع فوق تاني اب اب لفوق تاني بتظهر لنا تمام. طب هنا حطينا اس. ليه اس؟ لان دي حقيقة بنتكلم عن الشمس. يبقى the sun comes up in the morning. الشمس بتيجي الصبح. and the sun goes down at the afternoon او in the evening في المساء. ليه هنا؟ طب لسه بتقول هنحط اس. ماشي هنا اس لان الفعل عادي جدا جدا. لكن اي اس عشان الفعل نهايته او. يبقى the sun is او the sun goes down in the evening. الشمس بتغرب في المساء. and the sun comes up in the morning. ممكن اقول the sun او it. ما هو الضمير او الاس الفاعل sun. طب الضمير بتاعها بروناون it. تمام؟ يعني مثلا هقول لك ايه؟ هقول لك جمله اهي. هقول لك the sun comes up in the morning.
الشمس بتأتي في الصباح. ما ينفعش بقى احط كومة واقول لك it goes down in the evening. خد بالك من الجملة دي كويس جدا جدا جدا. في حاجة اسمها subject، ضمير الفاعل. الجملة ما ينفعش تكون جملة صحيحة لما يكون فيها فاعل. محمد ذهب إلى المدرسة. مين اللي ذهب؟ محمد. شيل محمد كده، ذهب إلى المدرسة. الجملة اختلت. هبة تزرع الأشجار. مين اللي بتزرع؟ هبة. شيل هبة، تزرع الأشجار. مين؟ مفيش. تمام؟ الله خالق الكون. كون. مين اللي خالق الكون؟ الله، لفظ الجلالة، فاعل. لو شلنا مفيش، ما ينفعش. نفس الحكاية، فين الفاعل هنا؟ الشمس هي اللي إيه؟ اللي بتيجي. طب لما تيجي تكرر الكلمة في الجملة الثانية ما تقولش بقى الشمس تاني، عشان اسمها ركاكة في الأسلوب. إت ده اسمه إيه؟ ده اسمه سبجكت، ضمير فاعل، لكن ده اسمه إيه؟ بروناون، الضمير بتاعه. شمس أو إت، بابا أو هي، mother أو she. تمام؟ يبقى the sun comes up in the morning and it goes down in the evening. وبتمشي فين؟ في المساء. يبقى الضمير ده هو the sun. بس ما ينفعش أكرر the sun تاني فين؟ الجملة مرتين. طيب نكمل. كلمة يوم يعني day. ده والاي واي بتعمل long a. تاني moon, sun, sky, goes down, comes up, and day. دي الكلمات. نقلب الصفحة بقى. طبعا انت عارف ان الاو يو منطقها الاو دبل في نص كده، منطقها او داون، ما قلتش داون. داون comes goes down comes up short you up up up. تمام؟ طيب هنا بيقول لي parts of days. parts of day يعني اجزاء اليوم، وتاني وتالت ورابع زي ما بقول لك في العربي وفي الانجليزي و و و. مفيش حاجه اسمها تحفظ اللي تحت. parts of day يعني ايه؟ لما اقول لك what are the parts of day تقول لي ايه؟ يعني ايه مش عارف. لما اقول لك طب اقول لك ايه؟ the morning in the afternoon. انت حافظ العناصر لكن مش حافظ الايه؟ التايتل. زي ما اقول لك مثلا قول اسماء الاشاره مش عارف، قول ضمائر المتكلم مش عارف. طب انا انا بتاعت المفرد ونحن بتاعت، لازم تحفظ الايه؟ التايتل بتاع الحاجه. parts of day، parts of speech. قول لي هي parts of speech ايه؟ هي اجزاء الكلام؟ مش عارف والله. طب انا بقول لك verb وnoun وadjective preposition وبروناون، انا عارفهم دول خمسه. فيرب يعني فعل، وبريبوزيشن حرف جر، ادجكتيف صفه، بروناون ضمير، فيرب يعني فعل، ناون يعني اسم. لكن قول كده بارتس اوف سبيتش، انا مش عارف. خد بالك من العنوان، مهم جدا 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 عشان ما تحفظش الحاجات بس. طيب بارتس اوف داي جايبها لي هنا ذا، واعمل لي الصن، وقول لي ذا صن كامز اب ان ذا مورنينج. ذا صن كامز up in the morning. الشمس بتيجي الصبح. دي حقيقة طبعا، ده حقيقة والناس كلها عارفاها ومحدش يختلف عليها، فلازم استخدم معاها المضارع البسيط the present simple. number two بيقول لي the sun in the sky in the afternoon. the sun in the sky in the afternoon. طبعا لو حد تاني بيشرح لك مش هيقول لك انت شايف الدرس بيقول لك ايه؟ ساينس. طب يا مستر ايه علاقه الساينس بالموضوع ده؟ ايه ده؟ فين هنا الساينس في الموضوع؟ الساينس في الموضوع ان انت الشمس الصبح، لو انت عندك شجره قدام البيت، او لو انت ساكن في عماره او في برج، او عندك عمود او سور قدام بيتك، بص لخيال او الظل بتاع السور او بتاع العمود او بتاع الشجره الصبح، هتلاقيه في ناحيه معينه يمين او شمال. مثلا تعالى الظهر وبص لنفسي الظل بتاع الحاجه دي، هتلاقيه تحت الحاجه بالظبط. سيبك من الحاجه دي، انت نفسك اقف في الشارع الصبح هتلاقي خيالك ممدود جنبي منك في الشمس، في الشمس. تمام؟ تعالى الظهر هتلاقي خيالك تحت رجلك على طول، خيالك تحت رجلك على طول. تعال اخر النهار هتلاقي خيالك من الناحيه الثانيه. يبقى احنا عندنا ثلاث اشكال للظل، يمين شمال وتحت مني. هو هنا بيقول لي خد بالك the sun comes up in the morning، الصبح هتلاقي خيالك في ناحيه يا اما يمين يا اما شمال. طيب the sun in the sky in the afternoon، الشمس بتكون عموديه عليك الظهر بالظبط. يعني ايه عموديه؟ يعني فوق راسك في نص السماء، لكن الصبح بتبقى كده فين؟
في الشرق واخر النهار في الغرب تستعد للغروب. لكن وهي ما طب ايه اللي جابها في النص؟ الشمس بتسلك حركه ظاهريه من الشرق الى الغرب، ده الساينس او ده الجزء الخاص بالعلوم. الشمس بتسلك حركه ظاهريه من الشرق الى الغرب عشان تغرب، انت فاهم ازاي؟ هي الصبح طلعت تمام، الكره الارضيه كده لفه صح دائريه، هي بتطلع الصبح تمام، تفضل تمشي 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 تمشي، تيجي الظهر تكون عموديه عليك بالظبط تمام، تلاقي خيالك تحتك بتكمل تمشي 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 تمشي، تيجي الغرب تروح نازله وتنزل تحت في الافق، فايه تلاقيها غابت، فالشمس الجو ضلم وهي نزلت تحت كده، المنطقه اللي هي فيها تحت دي نصف الكره الثاني اللي انت مش فيه، هتلاقي عندهم نور وشمس وظهر والدنيا عايشه وسواق والدنيا شغاله، وانت عندك ليه تفضل برضه تمشي من عندهم من الشرق من الغرب للشرق كذا 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 كذا، او من الشرق للغرب لعندك ظهر لنا تاني، دي اسمها ايه؟ المسار الظاهري. عشان كده بتلاقي يوم الشتاء اقصر من يوم الليل، ليه؟ ليه يعني هو مش الشمس مش طول النهار شغاله وطول الليل والشمس والخريف، ليه؟ الشمس في الصيف اليوم طويل جدا، ليه؟ بقول لك لان المسار الذي تسلكه الشمس من الشرق للغرب، المرحله اللي تمشيها عشان تغرب اطول من المسار اللي بتمشيه في الشتاء، المسافه اللي بتمشيها في الصيف طويله. فاليوم بيطول بيكون ساعتين اطول، لكن في الشتاء لا، المسافه اللي بتمشيها، عليكم السلام يا وجاي، المسافه اللي بتمشيها من الشرق للغرب في الصيف في الشتاء قصيره، فاليوم بيقصر. طب تتساوي امتى؟ تتساوي في فصل الربيع. تلاقي عدد ساعات الليل قد عدد ساعات النهار، ليه برضو؟ عشان هتاخدها بعد كده، هي مش موجوده دلوقتي عند في اي منهج، لسه ما ظهرتش، لكن مليون في الميه هتاخدها. في الربيع الليل قد النهار ليه؟ لان المسار اللي بتسلكه الشمس من الشرق للغرب مساوي في الربيع مساوي لفصل الخريف مثلا، قد بعض بالظبط. فلازم تعرف ايه علاقه الدرس بالمحتوى، ليه ساينس يعني؟ ما هو بيقول لي ذا sun in the sky in the afternoon، هو ده الساينس. عشان كده بنقول المدرس لازم يكون ملم بكل الموضوعات. لو انا هطلع اقول لك المعلومه دي كده بس او الجمله وانت انت انا ما ضفتلكش حاجه، او انت ما حققتش الغرض من الدرس الساينس، لازم اعرفك ان الشمس بتلاقي حركه ظاهريه طول النهار شغاله كده تمام، ده بينتج عنه الليل والنهار، وده هتاخده ان شاء الله في الدرس الجاي في ابو الريحان البيروني. الناس تقول لك المنهج رخم وحش، طب ما هو ان ما عملتلكش الربط ده، ان انا ما عملتلكش الربط ده مستحيل تبقى تفهم المنهج او تحس بمتعه المنهج. اللي انت خدته دلوقتي ده حالا هيجي لك في ابو الريحان البيروني الذي اكتشف ان الشمس او الارض، الشمس بتلف او الارض بتدور حوالين الشمس تمام، اما ينتج عنه الليل والايه والنهار، وده هناخده ان شاء الله في قصه الموجهه في ابو الريحان البيروني، العالم العربي عالم الفلك والجغرافيا باذن الله. يبقى ذا sun in the sky in the afternoon معناها تبقى عموديه على راسك، وجرب الظل ده وانت طالع الصبح مع ماما او بابا، وقف في ظل الظهر وتعالى بالليل تلاقي خيالك عمال يتغير، ليه؟ بسبب الشمس عمال تتحرك فوق، فطبعا الظل لازم ايه؟ لازم يختلف. الجمله الثالثه The sun goes down in the evening. The sun goes down in the evening. تمام؟ يعني الشمس بتغرب في المساء، بتمشي طبعا، بتروح ايه؟ بتروح مكان تاني. اخر حاجة the moon in the sky at night. The moon in the sky at night. وهنا ما استخدمناش أي فعل خالص، ما حطناش الفعل في اسم، ما فيش أصلا، الجملة مش محتاجة فعل. أنا بقول لك القمر، أنا ما حطيتش is، لا the moon is، the moon is in the sky at the night. هنا خد بالك من حاجتين، at in احنا قلنا ان بتيجي مع ايه؟ مع كل فترات اليوم الا الليل بتيجي معاها night. the moon is in the sky at the night. القمر يكون verb to be يكون تمام في السماء بالليل طبعا، ما بيظهرش الا بالايه؟ بالليل تمام؟ بس ده الجزء الثاني من الدرس الثاني. حد عنده اي سؤال؟ فترات النهار وعرفنا بنستخدم ايه معاها درع البسيط، وعرفنا ليه الدرس اسمه ساينس، وعرفت ليه هو جايب لك الجمله دي بالذات ان الشمس في الظهر
وقت الظهيره لازم تجرب ده وتطلع تجرب ده بنفسك، اطلع في الشمس علشان تجرب وتعرف فعلا ان الشمس تبقى عموديه عليك بالظبط فوق في نص اليوم، فتلاقي خيالك تحتك. لو في شجره وانت مش عايز تنزل ومعلم البيت بشجره او قدام البيت شجره، بص على الشجره على خيالها او ظلها الصبح، وبص على ظلها الظهر، وبص على ظلها اخر النهار. يا ابرار عليكم السلام يا سيف الدين. هناخد بقى ليسن 3 وده ستوري قصه. بيقول لي ستوري نو فريندز. نو فريندز ده الدرس الثالث، يعني اصدقاء جدد. تمام، خدنا فترات النهار كلمات، وخدنا parts of the day، وعرفنا ان parts of the day بيجي معاها حرف الجر ام، in the morning in the afternoon in the evening، لكن الجزء الاخير اللي هو بالليل بنقول عليه at night، حرف الجر ايه؟ at. الحاجات دي اساسيات ما تتغيرش معاك، مش هناخدها السنه دي ونسكت، دي ماشيه معاك العمر كله في الكلام وفي المحادثه في كل حاجه. عامله زي النحو زي ما احنا قلنا في العربي. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ حد عنده اي سؤال في الدرس الثاني؟ طيب listen 3 listen 3 بيقول لي new friends، يعني ايه؟ يعني اصدقاء جدد. اصدقاء جدد قلنا نو مش نيو، ما نقولش نيو، نيو فريندز، ودي طبعا في الامريكان اكسنت بقول فريندز. عايز تقولي فريندز تمام، ده بريتش، بس ما تقولش فريندز، ما تتكش على دي، فريندز فريندز فريندز، بتقول الدي خفيفه. عايز تشيل دي تقول فريندز، كويس جدا جدا. وبرضه امريكان بتقول نو فريندز، وبريتش بنقول نيو فريندز. تمام، طيب تعال نشوف ستوري تايم. هاني اند هانا هاف نو نيبرز، يعني ايه؟ هانا وهاني هاف، هاف يعني ايه؟ يعني يمتلك او لديه او عنده او عنده. طيب انت يا مستر مش قلت لنا قبل كده ان هاف وهاز معناها يمتلك، صح؟ وهاف بتيجي مع مين؟ مع ضمائر الجمع، وهاز بتيجي مع مين؟ مع ضمائر المفرد. طب هنا بقول لي هاني اند هانا، ما تتلخبطش. هاني وهنا ايه الضمير اللي ممكن احطه مكان هاني وهنا وشيلهم هما؟ اقول they، وthey ده ايه؟ ضمير جمع. اقول they have ولا they has؟ لا they have. ممكن اشيل هاني او هنا واحط they have new neighbors. والمعاصر السنه دي عامل لك حاجه جميله جدا جدا، الكلمه بالاحمر جايبها لك تحت فين؟ في الكلمات، عامل لك ملخص كده. الكلمه بالاحمر دي هيكون لها ترجمه، هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في تحت في الكلمات. طيب كلمة new neighbors يعني أصدقاء جدد، هانا وهاني عندهم أصدقاء جدد. طيب I am Ram، طبعا احنا خدناها قبل كده لما اجي أقدم نفسي، I am محمد، I am مالك، I am سيف الدين، I am أبرار، I am جودي، تمام، I am رتال، I am أحمد، I am آلاء، I am لجين، I am مالك، بقدم نفسي. ف these are my parents، this is my sister. طبعا اولاد اول مره يقابلوا بعض، لو انت بتقابل حد مثلا صاحبك مره لاول مره بتعرفوا على بعض، ثاني مره هو مثلا بيجيب عيلته وانت بتجيب عيلتك بتقابلوا بتعرفوا بعض، هو بيقول له these are my parents، يعني هؤلاء يكونوا والدي بابا وماما يعني. this is my sister، هي استخدم this are this is و this are اللي قلناها الحصه اللي فاتت. this is بيجي وراها اسم مفرد، قال له this is my sister اسم مفرد، وقال له these او these are my parents اسم ايه؟ اسم جمع. بعدين قال له good morning I am Rana، طيب بحييهم الصبح، good morning I am Rana، صباح الخير يا جماعه انا رنا. I am Hana this is my brother Hani، العيله الثانيه بتقدم بقى بتقول لهم انا هنا وده مين؟ وده اخويا هاني. هاني and Hana want to play with Rami and Rana. كلمه want معناها يريد، want، وهفتح هفتح بقي كده want، وقدام شويه هناخد الفرق بين want و need. want و need، need we use need with the necessary things، بنستخدم need مع الاشياء الضروريه جدا جدا جدا، لكن كلمه want بستخدمها مع الاشياء اللي ممكن استغنى عنها، انا محتاجها اه، لكن لو ما جاتش انا هعيش عادي جدا جدا. تمام، هناخدها قدام ان شاء الله. هاني and Hana want to play with Rami and Rana، هاني وهنا عايزين يلعبوا مع رامي ورنا. طبعا خلاص اتعرفوا على بعض، الناس هتبداوا ان شاء الله يشبطوا في بعض، عايزين يلعبوا فين؟ مع بعض. قال له come and play with
come and play this afternoon. قال له ايه؟ Come and play. And play this afternoon. احنا قلنا قبل كده ان الجملة لازم تبتدي بمين؟ تبتدي بفعل، ضمير فاعل. لكن اول ما الجملة تبتدي بفعل اعرف ان دي جملة امرية، بيأمره تعالى eat كل pray صلي sleep نام. يبقى الجملة ما تبتدي verb اعرف ان دي جملة ايه؟ امرية. يعني امرية بيديله امر، بيقول له تعالى والعب معانا الظهر النهاردة. قال له ايه؟ قال له I can I have to help my parents. قال له I can، رد عليه can not اللي هو لا استطيع. I have to help my parents. وخد بالك المنهج الجديد بيهدف لايه؟ قلت لك الدروس مش محطوطه كده، الدروس مش محطوطه هات درسين حطهم، لا لا، دايما بيحمل الطفل المسؤوليه. وعشان كده بقول دايما في فيديوهاتي ادي ابنك ادوار، ما تفتكرش ان المحادثه دي جايه بظروفها وانها مش مربوطه بدرس فيه مسؤوليه في قصه استماع. هتشوف دلوقتي وحش او بعدين هشغل قصه استماع، ما تقولش ان الدروس جايه كده بظروفها. بيقول اي هاف تو، الطفل ثانيه ابتدائي بيقول والله مش هقدر العب، انا لازم اساعد بابا وماما. فين بقى ده المسؤوليه؟ طفل في ثانيه ابتدائي عارف ادواره، ما ينفعش العب في الوقت ده والله انا يجب علي. يا مستر انت لسه قايل هاف معناها يجب، لو ضفنا ليها تو معناها يجب عليا. يبقى هنا بيقول لك الطفل ثانيه ابتدائي وحاسس بالمسؤوليه، مش انا العب وتولع الدنيا، لا ده حاسس مسؤوليه، والله مش هقدر العب دلوقتي ماما عايزاني. احنا في سننا في وقتنا مستحيل كنت تعرف ده، مستحيل كنت تعرف المسؤوليه اللي عليك دي. هو هنا بيعلم الطفل لازم يكون مسؤول. ماما قايله لك هنعمل حاجه في البيت النهارده، هنوضب هنظبط ناقلين شقه جديده بنرص بنعمل، ما ينفعش تلعب ما ينفعش تمسك الموبايل، لازم تساعدني، لازم ليك ادوار على الاقل هتناولها اي حاجه. تمام؟ يبقى الطفل قال له اي كان، اي كان يعني انا لا استطيع. اي هاف تو هيلب ماي بيرنتس، انا لازم اساعد بابا وماما حالا. تمام؟ قال له وي كان هيلب، احنا نستطيع ان احنا نساعدك. وي كان هيلب، مش مشكله نروح معاك البيت ونساعدك ونخلص المسؤوليه اللي عليك عشان تخلص بسرعه، وبعد كده نيجي ايه؟ نيجي نلعب. هاني هيلبس رامي، هاني الولد البرع، هاني هيلبس رامي. اس المفرد عشان هاني ايه؟ مفرد لسه واخدينها. طيب قال له فينيشت، انا خلصت. فينيشت يعني معناها ايه؟ خلصت، مش محتاج ان انا اقول اي فينيشت. فينيشت يعني خلصت. اي دي زمن الايه؟ زمن المضارع، زمن الماضي، ذا باست سمبل، خدناها الحصه اللي فاتت، قلنا اي دي مع المفرد، او اي دي بنضيف اي دي او بنضيف دي لو الفعل اخره اي، او بنحول الواي الى اي اي دي لو الفعل اخره واي ومسبوقه بايه؟ بحرف ساكن. طيب تاني come and play in this afternoon، تعال نلعب الظهر ده او المساء ده. قال له I can I have to help my parents. I can I have to help my parents، انا مش قادر او يجب علي ان اساعد بابا وماما. قال له we can help، احنا ممكن ايه؟ ممكن نساعدك. هاني helps رامي، وبعدين خلصوا كده معناه ان هم خلصوا شغل في البيت. قال له thank you let's play، شكرا جدا جدا، يلا بقى ايه؟ يلا نلعب. قال له ثانك يو شكر، وقال له ليتس بلاي. كلمه ليتس معناها تقديم اقتراح، كلمه ليتس بنقدم فيها ايه؟ اقتراح. يعني بنقول ايه؟ بنقول يلا نلعب، ليتس بلاي يلا نلعب، ليتس ايت يلا ناكل، ليتس سليب يلا ننام. تمام؟ ليتس سليب او ليتس بلاي، خلصنا اللي احنا عايزينه بقى، يلا ايه؟ يلا نلعب ونشوف ايه اللي ورانا. قال له ايه؟ طبعا لما خلصوا هيلعبوا، معايا يا جماعه؟ طيب تاني قال له كم اند بلاي، اي كانت اي هاف تو هيلب ماي بيرنتس، انا لازم اساعد بابا وماما. قال له we can help، هاني helps رامي، خلصوا. قال له let's play، وكلمة let's بنستخدمها لتقديم اقتراح، وكلمة let's اللي هي let
أس دعناه، لكن نعمل هنا أبوستروفي ونشيل حرف اليو بليت أس اللي هي ليتس، دعنا بلاي نلعب. طالما خلصنا بقى، أنت كان عندك حجة الأول إن أنت بتقول مش فاضي، هروح أساعدك بقى وخلصنا معاك. ليتس بلاي. The families are now friends. The families. بص كده معايا. The families. إيه families دي؟ دي معناها العيلتين بقى أصبح لديهم إيه؟ أصدقاء. العيلتين بقى أصبح لديهم أصدقاء. بنحول الفاميلي، كلمة فاميلي آخرها واي. كلمة فاميلي آخرها واي، واي قبلها حرف ساكن، بنحول الواي إلى اي ونحط الإي إس اللي هو الجمع اللي آخره إس وإس إس وسي إتش وإس وزي، بنحول الجمع اللي آخره واي إلى اي إي إس. فاميليز معناها العيلتين أو العائلات يعني، دول are now friends، دلوقتي أصبحوا أصدقاء. الأول كان لسه متعرفين على بعض، ده راح البيت عنده يساعده وده راح البيت عنده يساعده وبدأ يلعب مع بعض. بقول له بعد كده good evening، مساء الخير. الأب والأب هنا هيتقابلوا، الأم والأم. good evening، مساء الخير. this is my new friends هاني and هانا. بعرف بابا وقول له دولي أصدقائي الجدد هاني وهانا. these are my new friends رامي and رانا، ودول أصحابي الجداد رامي ورانا. الأطفال أصبحوا خلوا العيلتين يكون أصدقاء. وده عنوان عنوان الدرس، new friends أصدقاء جدد. قلنا في كلمة want معناها يريد، I want to play، يوراها to، I want to play، I want to sleep، I want to drink، I want to eat، لازم أشرب أو عايز أشرب أو عايز أكل. في كمان جمع بينطبق عليه نفس المضارع البسيط، المضارع البسيط إحنا قلنا النهايات اللي آخرها S أو ES أو SS أو SH